Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 2, lesson 4 from unit 2. اليوم نأخذ الدرس الرابع من الوحدة الثانية. Open your student's book. افتح كتاب الطالب. Page number 15. صفحة 15. طبعاً بحب أنبه جميع فيديوهات الوحدة موجودة على منصة مدرسة مآثر. في حال حد حاب يرجع للقواعد. Firstly, أول إشي, write the date up and the day. Sunday, 11th of October, 11/10/2020. تاريخ اليوم. Fun with Brainy. استمتع مع Brainy. Read, اقرأ, and match. اقرأ ووصل. Read and match. There are 3 pictures. عندي 3 صور. And there are 3 sentences. وعندي 3 جمل. الآن I will read the sentence. بدي أقرأ الجملة. بعد ما أقرأ الجملة بدي أبحث عن الصورة المناسبة. وضروري نتعلم الكلمات الجديدة وكل إشي المسمنا بمحددته ضروري نحدده يا مس. رح أخفف عليكم بالدروس اللي عن بعد. ما رح أعطي دروس كثيفة. كل يوم رح يكون جزء بسيط جدا. اليوم الجزء تاع درسنا. Sentence number 1. It's got. أول إشي it's got. إذا إجت كلمة got بعد الإس فهي اختصار لهاز. It has got 10 arms. It has got يعني هي بتملك 10 arms 10 أذرع. It has got 2 enormous. نتعلم الكلمة الجديدة. Enormous. Enormous. Enormous معناها very big. إشي ضخم جدا. It has got 2 enormous ضخم eyes عيون يعني هي بتملك عينتين ثنتين ضخمين كثير. As a big sorry as big as basketball يعني عيونها كبار كثير بيشبهوا الباسكتبول اللي هي كرة السلة. Which picture 10 arms 10 أذرع and 2 big eyes as a basketball مثل basketball. It's B اللي هي الصورة B مبينة. Right here B 10 arms 10 أذرع 2 big eyes enormous eyes. Sentence number 2 هسا حليناها بنشطبها. It's got اللي هي it has got a strange head. Strange معناها غريب. Head رأس. It has got a strange head يعني عنده رأس غريب. It is a rectangle. It is a rectangle يشبه المستطيل. ليش هون حكينا is وهون has؟ هون has لأنه بعدها got فhas got. هنا ما في got فهي it is. It is a rectangle. رأسه بيشبه rectangle اللي هو المستطيل. It has got a tail. It has got a tail يعني هو بيملك ذيل. بنيجي هون strange head رأس غريب as a rectangle بيشبه سوري strange head هون بعتذر منكو strange head رأسه غريب as a rectangle يشبه المستطيل and it has a tail وإله ذيل اللي هي picture C. Number 3 It has got small eyes عنده عيون صغار and big teeth وسنانه كبار. It hasn't got a nose ما عنده أنف. It has got tiny lamps. Lamps معناها لمبة. It has got tiny lamps عنده لمبة صغيرة هيها tiny lamps. Big teeth small eyes عيونه صغار اللي هي picture A. Write A here. الآن بلاحظ من التمرين الكلمات اللي أخذناها جديدة. Arm ذراع. Enormous enormous ضخم. Eyes عيون. Basketball كرة السلة. Strange غريب. Head رأس. Rectangle مستطيل.
تيل ذيل سمول صغير eyes عيون teeth أسنان nose أنف تيني صغير اللي هي صغير جدا أصغر من السمول تيني صغير lamps لمبة Now look at exercise number 2 Look and choose اقرأ واختار الكلمة المناسبة حسب الصورة الموجودة عندي Picture number 2 Picture number 1 It has got teeny ولا enormous eyes نطلع على الصورة الموجودة عندي It has got الصورة هاي It has got teeny eyes عيونها صغار ولا enormous eyes أكيد تيني اللي هي تايني سوري It has got an enormous mouth ولا ear شو هو الإشي اللي عندنا enormous enormous ضخم enormous enormous شو هو الإشي اللي ضخم أكيد الماوث الفم وليس الإير mouth and a lot of teeth ولا fingers شو الإشي اللي موجود عندها عندنا كثير منه بالصورة اللي هي teeth أسنان وليس fingers number two look at this creature طلع هاي المخلوق it has two فراغ wings أجنحته tiny صغيرة ولا enormous ضخمة it's enormous ضخمة wings اللي هي الwings أجنحته and two small شو الإشي اللي عنده منهم small two small eyes عيونه صغار ولا feet أقدام هو إله أقدام لا فالصغير هم الـ eyes والعيون it has got a tail إله tail ولا it hasn't got a tail ولا ما عنده أكيد it has got a tail هيك بنكون أنهينا التمرين الدرس تبعنا بيج نمبر 15 هذا الدرس اللي عندي اليوم فقط بس ضروري الطالب يأخذ كل كلمة فيه بمحمل الجد الآن رح أشرح بمقابله في كتاب التمارين Open your workbook بيج نمبر 15 صفحة 15 The project المشروع طبعا أنا مش مطلوب منك تنفيذه بس أنا حابة أشرح لكم إياه Write the date of the page نكتب التاريخ Today is 11th of October 2020 Today is Sunday اليوم هو الأحد Project Project اللي هو مشروع طالما إنه التعليم عن بعد أنا مش حابة أطلب المشاريع وإنه أغلبكم فيهم Our project is about making an alien mask نصنع صناعة ماسك اللي هو قناع على شكل مخلوق فضائي make اصنع an alien mask قناع على شكل alien مخلوق غريب you need انت تحتاج a piece of cardboard قطعة من الورق المقوى cardboard الكرتوني crayons الوان scissors مقص pencil قلم رصاص A long rubber band حبل مطاطي طويل طبعا الربر لحالها محاي rubber band اللي هو حبل المطاط number one بعد ما جبنا المكون الأدوات بنشوف شو بنعمل draw ارسم and color لون the mask ارسم ولون الماسك زي ما انت بدك يا القناع use cardboard استخدم قطعة كرتونية number two Cut out the mask. قص الماسك بعد ما رسمته. Make holes in the sorry. Make holes in the sides. اعمل ثقب في الجوانب بالجوانب من هون مشان ندخل المطاطة. Tie a long rubber band to the mask. ادخل الرابر باند من هون ومن الجهة الثانية مشان نقدر نحطه على راسنا. Wear your mask. البس الماسك. Describe yourself. اوصف نفسك. الآن هون الشخص بيوصف نفسه. I am an alien. أنا مخلوق غريب. My name is Grob. اسمي Grob. I have got four eyes. عندي أربع عيون. And two mouths. وثمين. كل واحد إذا نفذ المشروع بيوصف المشروع اللي هو نفذه.
حسب ما هو نفذه، في حال ما بدك تنفذه هذا الشيء اختياري، يعني نشاط ذاتي. هيك بنكون انهينا درسنا اليوم. Good luck ويعطيكم العافية معنا من الآن للساعة 8 المساء. بنحل الواجب نرسله لمستغريد على الخاص مع إرسال اسم الطالب على الواجب. Good luck ويعطيكم العافية.